اللي نزار اللي عندك فيرما نتاع مالينوا، يلا احكي لي. الحكايه انطلقت من في المالينوا من 2006، وقت المالينوا مازال كولورو اصفر، معناها كالمارون فاتح. انا من قبل حليت عيني نلقى بابا يرحمه يربي في البرج المون والمقني، من غادي انطلقت الحكايه وتعلمت المسؤوليه من غادي، خاطر بالحق اللي تحب صغير تحب تسنسو معناها تبينو الشخصيه نتاعو نتاع ولي مسؤول وكاركتيرو موزون، اكل حاجه ديك اللي هذه تعطيه حيوان اللي هو صغير يبدا بتشوف ولدك انت ولا صغيرك شنو معناها كاركتيرو وشنو معناها، فهمت؟ باش تقولوا كيما نقولوا تبدا تحطه في الطريق الحقيقي معناها بالمسؤوليه. المالينوا كلب ذكي برشا وسونسيبل في الدريساج واكتيف وعسى واخف بطبيعه من البرجير مو، فهمتني؟ انا جربته مره، هو الحقيقه تحيه لصاحبي الوليد لولو معروف، هو اللي قال لي مالينوا والمالينوا، خذيت من عنده هو اول مشكله خذيتها من عنده هو. والحق نتاع ربي لقيت روحي معناها سي بون، انا لتوا معناها كانوا عندي لي رود نحيت كل شيء خليت كان المالينوا. كلب اكتيف برشا يحب الخدمه، مش راهو تاخذ مالينوا راهو والله نشوف فيهم برشا لاني نقول لك مالينوا يشري ويحط في السطح وطايش في السطح وياكل ويجيب الدشي، ليه ليه؟ مالينوا راهو يحب الخدمه، راهو يخدم، راهو الكلب يحب، نعطيك من الاخر في النهار يحب سبع سوايع خدمه. معناها سبعة سوايع خدمة شنو تعمل فيهم؟ سبعة سوايع خدمة الكلب يخدم، معناها الفيزيك نتاعو حاضر، يخدم سبعة سوايع معناها تحطو يخدم سبعة سوايع، تاع أمور سيكوريتي معناها تعمل بيه دريساج، فهمني؟ وحاجة أخرى كي تشري كلب مش هاني خذيت كلب حطيته في السطح وعلفته صي وليه ليه وفاكسن، راهو الكلب تدرسيه وتجيب دريسور زاد ما تغلطوش في الحاجة هذيا، راك تجيب دريسور بالزملين والزملين ونص. راهو اللي صحيح كمل هو خدمته الدريسور ثلاثة شهور، راهو ريتها من بعد يعمل باساسيون أنت تكمل معاه الخدمة هذيك، راهو مش ولي تعيش معاه كل يوم، سينو راهو مش يقعد هكاك، معناها مش راهو جبت دريسور درسي الكلب راهو مش ديسك دور ولا فلاش ديسك، راهو معناها صبيت باش تبقى غادي، راهي هذه راهي غالطة، راك تحطوا فلوسكم هكاك في الفارغ، راك أنت جبت دريسور باش يخدم لك خدمة اللي أنت ما تنجمش معناها تعملها، أنت باش تلقاها خدمة حاضرة باش تكمل، ديما تعايش معاه الكلب هذاك عبارة صغير معناها هاريكا حريث إيجا هوني، فهمت؟ أعمل هكا قد هكا برشا معناها مش راهو دريساج مش حتى كان أسيك وشي وبابو جي أوبي ولاتاك لاتاك لونسي، لا لا برشا حاجات أخرين، راهو أنت ومخك شنو تحب توصل به، راهو من الآخر قلت لك أني غرام وخدمة، أنت وشنو تحب توصل به؟ انت كان سامحني معناها مش معناها كان واحد مخه محدود حاني قلت لك حد وحد اسيكو شيره وباش يقعد غادي معناها، فهمت؟ تحب تعمل حاجه اخرى توصل، انا عندي مثلا كلب متر و60 في الهواء ينقزهم في الهواء متر و60 نظمه في الهواء ما غير ما تشعبت على حتى شيء وحده تحط تك تك متر و60 في الهواء معناها فاسيلمون وصلت لليتاب هذيا ولا خذا وقت؟ انا وصلت لتاب اخرى انا وصلت يعض ويسيب ومن بعد كي يقعد قدام ما يعضش ويبلوك، انا وصلت سبعة ادراج قهوه كامله وقفت ما دخل حتى ما خرج حتى واحد، قلت له واحد يخرج تكي سبعة ادراج وسكرت قهوه كامله بالحومة خليتها مكيك باش تفهم معناها. انا عندي كلب اجريسيف مسكر في راسه لا يعرف لا سنستو، انا ومرتي اكهو خدمت على حاجه اخرى كي المراه تبدا ساعات ديبلاسي ولا نسافر لا محمد رسول الله لا امي لا بابا لا اخويا لا حتى واحد ما يقبل حتى واحد، وفي نفس الوقت مو انا ومرتي مرتي كانت توصل باش تمسني هكايا يتكاها صحيت ما يحمل، وفي نفس الوقت نولي خليص اليز مع ولي ما عادش يتكي على العبد اللي رايض معناها نجم كيما نورمال تجي تسلم عليه تو تلعب معاه كي نجم انا فما كود بيناتي انا وياه يولي تقلب عليك من غير ما تخم حتى باش تقرب مش باش تمسني. المراحل هذه الكل فاسيل ما وصلت لها ولا في قداش وقت معناها؟ لا تخدم فما اغزولي لوبيسونس راك فاسيل معناها تخدم في، اما فما حكايات اخرين معناها قلت لك كلب يبدا اجريسيف بالحق معناها راهو اجريسيف راه مش تاع يكر ولا لا تاع يعض ويضر، راه فما فرق بين فما تلقاه اللي يكش وينبح ومن بعد ساعات كي تقرب له ما يعضش، وفما اكل يعمل هكا خطفه ويسيب فهمتني، وفما اكل يعض ويضر بالحق معناها كي يقول لك راهو يعض ويضر راهو يعض ويضر، هذاك كي نقلبوا انا يعض ويضر ونقول لك ونحطه في وسط العباد وندور به ونعرفوا اللي هو ما يضرش اشتري حاجه اخرى حاجه برشا معناها قويه برشا بالنسبه لي انا حاجه قويه برشا. وتيت برا هكا والمالينوا نتاعك ولا واحد من الكلاب انقذك من موقف كيما نقولوا؟ انقذني انا في
أول ثلاثة مرات، منهم مرة شريت مزلت نهار شريت الأرخة نتاع عرسي معناها، روحنا بها في النهار معناها ربطتها في الدار، الكلب في الدار فوق وإحنا راقدين ساعة ونص معناها تعرف حالها عرس معناها فرحة أنا عائلة كل راس وجنب كيما نقولوا فهمتني، ما ساعة ونص نسمع في الباب تحل تاع الدار، ومن بعد نسمع تسكيرة الباب ميم با يمكن 3 مينوت ونسمع في السلسلة تتكركر في هابطة من الدروج، حلينا الباب خرجنا لقاو سيس الكلب شاد السارق لقاو يقص في الخيط على البقرة يقص فيه باش يسرق الأرخة، نلقاو سي شدوا سي عضوا من المليون تاع ساق وخليه على بلاصته وما حبش سايبه ولا ما جينا عنده. قول لي شنو نوعيته الكلب؟ لابرادور. قداش سومو؟ سومو توا 450 دينار توا. وانت قداش طالب فيه؟ انا طالب فيه 900 طالب. 600 احكي لي شويه على الكاركتير بتاعه. والله كلب ذكي برشا ما عملش هرش في الدار يفهم كل شيء يعمل. جاي توا 10 مانيا. من الدار امي مالها كبيره قلقت شويه حبيت نبيعها هكا ما عادش لاقي شكون يتلهى بها لاقي شكون يتلهى بها يرحم والديك فوالا وهي تو كيب باش تولد نورمالمون لا مازال لا يمكن شهر ونص اخرين هكاك هذاك علاش السوم هذا هكاك السوم تنجم تبيع به قداش 600 دينار يعطيك الصحة شكرا قول لي شنو تعمل في السوق لهنا؟ أنا ديما كل أنا نجي فاكونس تونس ديما نجي للسوق أنا باش معناها نزيد نتأكد أكثر لا مالتريتونس دي زانيمو في تونس أنا ضد السوق أنا ماني ضد واحد بشكل خبز أنا بالعكس مع الناس كل اللي يحب حيوان ياكل وي مي لا مالتريتونس هذه هاك شوف نوريك حاجة مثلا الكلاب يسون موان دو دو موا أقل معناها من شهرين وفي أي وقت نجم ياخذ ميكروب ينجم يموت حتى هما تشوفهم برشا يرقدوا هنا في الحيوانات وربي يهدي معناها اللي كانوا سباب حتى لي سيلفور بروفيسيونيل يراقد لك كل 6 شهور كل 8 حتى معناها لا بيريود ويلزم باش تراقد يراقد معناها تو هما يدخلوا في الفلوس من الكلاب ما يصرفوش عليهم لما التخيدونس راه مش زاده من العباد اللي هنا حتى من الدوله عندها راهو خاطر لو الدوله عاونت انا نقول لك في 2001 لاسوسياسيون بريجيت باردو طلبت من وزير الداخليه وعاوك تدخل على السيت نتاع لاسوسياسيون بريجيت باردو وبعثت باش تعاون وتونس الدوله التونسيه اللي رفضت معناها انت كان الدوله هي هكا كيفاش تحب انت من الشعب زاده كيفاش باش يولي تو كيما كان يحكي السيد قال لك معناها باش ياكلوا الخبز باش واحد هذه نعرفوها لكن معناها 50 50 في بلاش تربح انت ما نعرفش 100,000 كلب ما يصيرش كي تواكل تزرق له سيختو الحرام باش بغمي فيش تاع الدود هذا برشا موجود في تونس برشا مرض اخرى ما فيها حتى شيء من تربح 50 خير تربح 100 هذول انت حسب ما قاعد تحكي عندك تجربه في تربيه الكلاب يظهر مغرومه تربيه الكلاب وانا كلبي عملت به دي سيت اكسبو في فرنسا انترناسيونال مي تربيه كلب مش خاطر فرنسا راه في تونس زادك فما عباد راه تربي يعني فما دي زالفيغ بروفيسيونيل فما سيدي ثابت فما في سوسه فما في صفاقس فما مي باهي تقول هما عندهم فلوس ولا هما فهموا شنو يسمك تعمل حيوان في تونس تو كسوق هذا العباد ما فهمتش هنا اعطيني ندخل فلوسك اهو بوتنسيال اكثر انت اي واحد انا مشان نتحداك ونتحدى هما الكل اي واحد قول له خرج لي كارنيت فاكسيناسيون تو حتى واحد ما عنده لكن يحب ياكل هو نفهم باش ياكل من حقه باش ياكل كيما قلت لك بلاصتك 100,000 كل 80 يا سيدي مش 50 وكل 20 برمش عمل الزريق ما الكلب ما تهبطوش للسوق ما تبعدوش على امه تحت الدموع علاش؟ باش تربح بيه والكلب باش تاخذه توا معناها الغصون بلامبرجي المو وغدوه تطلع الكلب نتاع واحد كلب عربي ولا كلب خاطر فما زاد العباد فما واحد جا شفته قبيله صغار معناها مع ولدها موبا ونحب كلب موك تبدا صغير باش تبعك انت تبدا صغير ما هو الكلب صغير بعد 4 شهور كلب شي كبار بعد ولي البو يحب يطردو ماشي نجم معناها فهمت هذا سيستيم كبير ابدا من الدوله وانت هابط لاخر مواطن الاصغر مواطن اللي هنا في السوق يشري في يعني انت ترى ينظموها انا مش ضد باش تاكل خبز كول نظم اليوم السوق يلزم تحكم فيه الدوله وقبل ما تحكم فيه الدوله حتى تحكم فيه روحها هي الدوله زي ما زادت تعمل لي غفيج في تونس تو في تونس عندكم غفيج تاع بات في بنزرت كان قبل في الحمامات يعني علاش الدوله ما تعاونهمش ما تقفش معاهم علاش يلزم العباد من برا مودينا بالخارج يعاونوا زياده في الحيوانات سوق كيما هكا شنو تنجم تعمل له الدوله الدوله تنظموا الدوله شي يلزم سوق تاع حيوانات موجود في العالم كله وتزير شقيقه بحدينا ومنظم معناها السوق ما نعرفش انا تبع البلديه ساعه البلديه تفرض عليك الكارنيت فاكسيناسيون ما فماش راه فما دي سيرفيس فيتو يجي هما يتفقدوا تو انت شوف الكلب هذاك مثلا هكا يعجبك ياك ولا ذاك معناها حتى العمر تحت شهرين ما عندكش حق تخرجه ما عندكش حق باش تبيعه
فهمت ما عندكش حق. وبعد يقول لك كحكاس، انت برا شوف الماكله كحكاس اللي حكيوا عليه، شم الريحه برا شوف شم الريحه. كيفاش تعطي كلب ولو كحكاس غلطه في تونس؟ العظم هذاك نجم الكلب يقعد له طرفه كي يعمل له كونسير تطلع له ان بول ابخي ان اون دو زون سانك اون، بعد تقول شبيه كلب مرض بكونسير ومات. هو كحكاس هذاك ما يعرفوهاش كلب، راه ما نجمش كل شيء يهضمه ولا حاجه. فهمت الدوله، انا نقول الدوله وشويه وعي من الشعب، والشعب توا خير من قبل يفهم توا حيوانات. راه برشا ساعات في حومتك ولا اي حومه تشوف العباد تعاون توكل تصرف، حتى اللي عنده طرف ماكل بتعيشها يعطي يعاون، مش معناها ما يعاونش. ونعاود نقولها اربح 80 وما تربحش 100 الف، 20 اصرف عليه، هو هاكا موكلك الخبز الحيوان هذاك، انت بارك تعمل معاه حاجه.